نفرت العمل التطوعي حملة شوارع مدينة هون الآن متواجدين بإدارة التوجيه المعنوي بمدينة هون. طبعا احنا تفاجأنا من إدارة التوجيه المعنوي كفرقة عمل تطوعي، تم اتصال هاتفيا بالمنسق الفرقة السيد سنوسي وطلبوا منا الحضور الى اداره التوجيه المعنوي. احنا توقعنا ان فيه عمل بصراحه، يعني عندهم تكون نظافه ولا تكون عمل كهرباء ولا غيره. تفاجأنا ان يثمنوا على اعمالنا وعلى ما قمنا به من اعمال بالمدينه ومنحت لنا شهاده شكر وتقدير لفرقه العمل التطوعي بهون، وهكذا المعنويات ترتفع، وهذه الطاقات اللي عند الشباب يعني ما ينقصها شيء الا انك انت المعنويات. احنا ما لا احنا من زمان اكدنا ونأكد في الكلام هذا ان احنا رانا نخدم في وطننا بدون مقابل. مقابلنا الوحيد ثبات الاجر عند الله سبحانه وتعالى والحفاظ على ما نقدر عليه من محافظة عليه هالوطن من كل شيء، يعني اي حاجه في وطننا لازم نحافظ عليها